عبارة عن نقطة احتجاج رمزية بمناسبة أو بالذكرى 31 انتفاضة الشعبية المجيدة انتفاضة 1984 84 المجيدة الذي راح ضحيتها العشرات من الشهداء الذين سقوا بدمائهم هذه الأرض الطاهرة، أرض حفظت المناضلين والمشاهدين والمقاومين ضد الاستعمار المباشر والغير المباشر. أيها الرفاق، لابد وأن نتحدث عن السياق التاريخي الذي أدت فيه هذه الانتفاضة المجيدة. هذه الانتفاضة المجيدة لسنة 1984 تم إلغاء واحد مجموعة من الوظائف في تلك المرحلة، وأيضا تم سنة 1984 فرض مجموعة فوقية حركة المعطلين والمجتمع المدني بالمطالبة بالكشف عن قبر الشهداء ومعاقبة الجلادين والمتسببين أو الجلادين الذين تسببوا في هذه الجرائم. وبعد سنوات ديال النضال المرير تم الكشف عن المقبرة الجماعية في البومبية القديمة حيث المطار أو الوقاية المدنية تم السكن ديالهم بشكل جماعي آنذاك في حي المطار من طرف طبعا الجلادين. وما أشبه في الحقيقة اليوم بالأمس، ما أشبه 2015 في 1984، إذ الظروف العامة التي كتعيشها البلاد شبيهة إلى درجة كبيرة لما كان يعيشه البلاد سنة 1989. في المرحلة أيضا تبتسم بالمزيد من التهميش ديال المنطقة، المزيد من القمع المطارئ، المزيد من الاعتقالات، المزيد من الغلاء عبر الرفع في مجموعة ديال المواد الأولية، المزيد من البطالة والتهميش ورمي بأملاح الشعب المغربي إلى الشوارع وإلى الاحتجاجات. وأيضا المخزن الذي يدعي زورا وبهتانا بأنه دار إنصاف ومصالحة ودار العهد الجديد ودار الدستور الجديد وأنه يتصالح مع الماضي، لكن عن حقيقة الأمر لا تصالح ولا مصالحة، وإنما الأمر ما مصالحش. قلت برغم بأن المخزن يحاول أن يصور واحد مجموعة ديال الشعارات عبر الإعلام ديالو، عبر واحد مجموعة الأحزاب المخزنية ديالو، عبر واحد مجموعة ديال الجمعيات ديال البلطجية اللي ملتفت حوله، لكن الواقع يخطئ العينين، لكن الواقع يعلو ولا يعلى عليه. الواقع اللي كنشوفوه هو المزيد، قلت لكم التقرير من البطالة من الغلاء من الإحصائيات الرسمية تتحدث كلها عن هذه الإشكالات والمشاكل والمعاناة ديال الشعب المغربي البطل. والشروط التي انتجت الانتفاضة الشعبية ما هي إلا شروط قلت مشابهة، وإن البلاد مقبلة على انفجارات اجتماعية أخرى شبيهة بما وقع في انتفاضات شعبية أخرى. قلنا وإن كان المخزن يتبجح بكل هذا فمازال استمرار ديال الاغتيالات السياسية، نتذكر اغتيال الشهيد الجمعية الوطنية كمال حساني، نتذكر شهداء الحسيمة الذي تم إحراقهم بدم بارد داخل أحد الأبناك بمدينة حسيمة، نتذكر استمرار ديال المعتقلين والاعتقالات السياسية بالجملة على طول خريطة هذه البلاد. كل من يحاول أن يحتج من أجل مطالبه أو مطالبه العادية المشروعة فإنه يتم التجفيف.